السلام عليكم شباب، شلونكم؟ ان شاء الله زينين. طبعا اليوم انا راح اسجل لكم هذا الفيديو، يعني التسجيل ما راح اقدر انا، ايش رايك لكم؟ يعني قصدي نسوي محاضرة، راح اسجل لكم تسجيل وانشر لكم اياه على اليوتيوب، وراح تشوفون المحاضرة عليه. طبعا اليوم احنا ما راح ناخذ يعني هواي مادة، راح ناخذ هاي المادة البسيطة، انه انتم شفت اغلبكم ما حالين الواجب، فلذلك راح نشرح الواجب افضل. واريدكم تنفذون، راح نشرح الواجب بس بغير طريقة. يعني انا طالب من عندكم انه تسوون على المستطيل، فانا يعني راح اشرح لكم على المربع غير الدائرة. فشلون نسوي كلاس متكامل؟ اول بداية نفس يعني نفس هسه هذا الكلاس، طبعا انا شرحت لكم بالفيديوهات القديمة وتقدرون تشوفونها بالقناة، بس انا راح اسوي، راح اعيد هذا الشرح مالتي من البداية حتى تشوفونه مرة ثانية، ويعني وما تواجهون المشكلة. فايش راح اسوي انا؟ راح امسح هذا الكلاس، اسوي ديليت، ماشي، وهذا الكلاس كذلك حوفه هو نفسيته، بس راح امسح بيه شكو شي محتوى بيه، راح امسحه، تمام. فهذا هم كذلك راح امسحه، راح امسح كل شيء باعتبار انا سويت اوبجكت جديد او بروجكت جديد، العفو خليني اسد هذا، باعتبار انا سويت يعني اوبجكت جديد. بس دقيقه خل اشوف، تمام. ف هسه نبدي، هسه اعتبر انا هذا عنده بروجكت كامل، او بعد ما سويته جديد، شلون اسوي؟ انا راح اخذ كشكل، راح اخذ المربع، تمام. فهسه انا اريد اسوي كلاس جديد للمربع، كلاس جديد. اول ما اجي الباكيج، هذا الباكيج مالتي، احنا اخذنا شلون نسوي كلاس، خيارات، راح تظهر لنيو، اختار نيو، اجي هنا كلاس جافا كلاس، اضغط عليه حيظهر لهاي القائمه. هاي القائمه شنو اختار من اتي؟ مش منطين هنا كلاس نيم، اللي هو نيم الكلاس. انا المربع راح اسميه، العفو، سكوير، تمام. اللي هو المربع. طبعا هنا أنا اختار الباكج اللي انا بيه، اللي هو عندنا بس باكج واحد، تمام. واضغط هنا أنا شنو فينش، لما اضغط فينش انتظر دقائق، العفو، ثواني، وراح تظهر عند هذا الكلاس الجديد اللي هو مسوي لي. امسح هذين التعليقات، امسحهن بالشكل هذا. هسه انا عندي هذا كلاس جديد، استوني سويته زين. هسه انا اجي افكر، اقول عندي مربع، المربع شنو يحتاج؟ يحتاج اسم كذا، يعني انا اشوف شنو احتياجات بالمربع، يحتاج اسم، تمام، اسم او تقدر بدون اسم هم عادي، ويحتاج شنو؟ ضلع. المربع هو نشوف دائما اضلاعه متساويه، فيحتاج ضلع ويحتاج اسم. فهسه انا عندي هنا داخل هذا الكلاس انا احتاج متغيرين، متغير للاسم اللي هو سترينج، ومتغير للضلع اللي انا راح اشوفه مثلا انتجر او فلوت. فهنا انا راح اكتب سترينج، اكتب هنا اخذنا شلون نعرف سترينج، راح اسميه نيم بهالشكل هذا. هسه انا اخذت هنا عرفت متغير من نوع سترينج اللي هو النيم، راح احفظ بيه اسم المربع اللي انا مثلا احتاجه، تمام. هسه انا كملت من التعريف، اجي وراح شعرف اعرف الضلع او طول الضلع، فراح اعرفه، راح اعرفه فلوت. احنا هناك اخذنا بالدائره دبل، هنا راح اعرفه فلوت. ففلوت، هاي فلوت، راح نسميه سايد اللي هو الضلع، تمام. هسه بهالحالة هاي انا شنو سويت؟ سويت متغيرين، اثنين، متغير اول نيم ومتغير ثاني اللي هو ضلع، تمام. فنجي هنا شو اخذنا بالكلاس؟ اخذنا هنا لما اجي هنا اريد اسوي اوبجكت من هذا الكلاس، عرفنا شلون نسوي اوبجكت لهذا الكلاس. طبعا انا كتبت اسم الكلاس هنا سمول بالبداية حرف، بس هو لازم يعني كابيتال، نسوي كابيتال
ما اعرف راح يقبل او ما راح يعترض. ولا خطأ، رينا فايل، هل شكل هذا حتى يغير لي اسم الفايل هذا. فهنا أنا لما اريد استدعي هذا الكلاس، شلون استدعي هنا أنا بالديسبلاي، بالكلاس الديسبلاي؟ قلنا من خلال اوبجكت. زين شلون اعرف الاوبجكت؟ من خلال من؟ من خلال اكتب اسمه، اسم الكلاس، اسم الكلاس، خلي اشوف انا، او خلي انا اكتبه هذا الكلاس سكوير. وهنا انا اكتب اسم الاوبجكت، خلينا نسوي s1، يعني اي اسم انت تريده، s small s1 يساوي، راح اكتب new واكتب الكونستراكتشر مالت من مال الكلاس. زين انا ما ماخذ هنا انا كونستراكتشر، راح اسويها هنا أنا. زين انا هنا أنا ما عندي كونستراكتشر بالكلاس، لما اجي هنا انا ما كاتب هنا أنا كونستراكتشر، فلازم شو اسوي؟ زين شلون اعرفه صحيح؟ فالهاي الكونستراكتشر راح ياخذ الكونستراكتشر الافتراضيه، يعني اكو بالكلاس اكو كونستراكتشر افتراضيه هو يسويها الكومبايلر، فهو راح ياخذها، بس انا ما اريده هو ياخذها، يعني الافتراضيه اريد انا اسوي له وحده. قلنا الكونستراكتشر لازم انطيها يعني داله، هي نفس دوال العاديه بس لا ترجع لنا قيمه، يعني النوع مالتها اللي ترجعه ما ترجع لنا لا فويد لا انتجر ولا اي شيء، تمام، ويكون اسمها نفس اسم الكلاس بالضبط، تمام. فهسه انا راح اكتب بابليك هاي بابليك، اكتب نفس اسم الكلاس، حتى راح انسخه نفس اسم الكلاس، راح اسوي نفس اسم الكلاس، وخلي هنا مالاتي الاقواس، وهنا الاقواس الثانيات مالاتي. فهسه انا شنو سويت؟ سويت داله كونستراكتشر، تمام. هسه هاي الكونستراكتشر انا جيت احتاجها بالكلاس، الكونستراكتشر شو اخلي لها؟ راح اخلي لها ذن المتغيرات مالاتي هالشكل، اخذها من هنا اخليها هنا حتى استلمها من كونستراكتشر، واخلي فارزه، واخذ كذلك هاي خلينا هنا هالشكل هذا. طبعا اقدر هنا اخلي هذا ان، واخلي هذا اس هالشكل هذا بهالشكل، واقول هنا يا بنيم النيم مالتي اللي هو هذا يساوي ان هالشكل، اقدر عادي كلش طبيعي. اس يساوي، لا العفو بالعكس، يساوي اس هالشكل، انا اقدر عادي كلش طبيعي. بس انا اريد هذا الكلاس كلاس مرتب، في الكلاس المرتب لازم اخلي نفس التسمية هاي مالتني، نفس هاي التسمية اللي هو النيم، هالشكل هذا نفس التسمية، وهنا أنا كذلك خليني. زين هسه راح تلاحظ هنا ظهر عندي خطأ. زين هذا الخطأ شنو حله؟ راح ما يفرق بين هذا النيم وهذا النيم، هذا النيم أو هذا النيم. تلاحظ إنه النيم والنيم هذا مأشر عليهن ثلاثتين، إذا ما راح يفرق بيناتهن. فأنا حتى أخليه يفرق بين هذا المتغير هذا وهذا المتغير، أخليه يعني يفرق بيناتهن، يا بهذا بواحد وهذا بواحد، راح اخلي كلمة this، او من انا اجي اخلي شنو هو this بيناتهم، تمام. هسه راح اكتب this dot، تمام هالشكل هذا. فهسه صار، شوف لما اخلي يعني المؤشر هنا ما راح ياشر لي النيم، ما راح ياشر لي، راح ياشر لي على هذا النيم. إذا تلاحظون حتى اللون مالتهم يختلف، لما أأشر على هذا راح يأشر على اليمين، راح يأشر على هذا النيم مالتي، فتلاحظون صارت هنا تفرقة. هم هنا كذلك نفس العمل، هم كذلك هنا هم راح يطلع له خطأ. فايش راح أخلي؟ راح أخلي this dot
تمام هالشكل هذا. فنشوف هذا المتغير يأشر لنا على هذا المتغير اللي هو نفسي نفس النوع، هذا راح يأشر لنا على هذا المتغير اللي هو هنا أنا. تمام، يعني this شنو فائدتها؟ فائدتها انه فرقت لي بين هذا المتغير اللي هو النيم وهذا المتغير هو النيم، حتى لو نفس التسمية بيناتهم. تمام، انت اذا التسمية يعني التسمية مخليها تختلف فما حاجة تستخدم this، بس هو الافضل انه تستخدم هالشكل هذا. بس انا من هنا كملت الكونستراكتشر مالتي. هسه لما ارجع هنا للديسبلاي راح الاحظ انه هنا عنده خطأ. ليش؟ لان هنا يحتاج قيم، لان انا هنا ايش قلت له؟ قلت له يا بهاي الكونستراكتشر مالتي لازم تستلم نيم وتستلم شنو هو فلوت سايد اللي هو شنو هو الضلع. فانا هنا ايش راح ادز له؟ راح ادز له نيم وراح ادز له شنو هو، وراح ادز له رقم مثلا خلينا نقول 20.5 20 ونص، وهنا انا اخلي اف دلالة على انه هي شنو هو فلوت. وهنا نيم راح نسميه سيركل، بس سكوير العفو مو سيركل، نخليها الشكل هذا بويد 1 بهالشكل. هسه هذا صار عندي صح، اذا انا نشأت كائن نشأت زين. هسه انا اخلي اسوي دالة الشو، دالة الشو اللي هي بابليك. هسه انا كملت الكونستراكتور راح انتقل لدالة الشو. دالة الشو سهلة، بس اعرض بها المتغيرات. دالة الشو ما تحتاج ترجع لقيمة، فهي void. الفويد قلنا ما ترجع قيمة. دالة الشو هالشكل هذا، ما تستلم اي متغيرات. دالة الشو ايش راح اسوي؟ راح اكتب هنا system out print line، system out print line ايش راح اخلي نيم، او خلي اسوي ترتيب لها نيم يساوي ويساوي بالشكل هذا زائد، احنا قلنا علامة الزائد هنا راح تطلع لنا النيم مهل. النيم المتغير هالشكل. النيم هنا أنا شنو خلى؟ ليش ما خليت هنا أنا this؟ هنا this مو احنا على مود الفرق، لان هنا أنا هاي الدالة المتغيرات اللي هنا أنا اللي هو النيم string name اللي هو هذا المتغير هو معرف فقط على هاي الدالة، ما معرف على هاي الدالة، بس هذا المتغير اللي هو string name تمام معرف على كل الدوال الموجودة بالكلاس، حتى بعد اذا اسوي دوال ثانيات فهو متعرف عليهم. تمام، فيعني هذا النيم متعرف فقط على هاي الدالة، وهذا النيم اللي هو المتغير النيم متعرف على كل الدوال اللي انا راح اسويه. يعني هسه انا من اجي هنا اسوي هالشكل، يعني اذا خليت هنا متغير ثاني هم سميته نيم عادي يصير، بس هذا المتغير اللي خليته هنا معرف فقط بس على هاي الدالة، ما معرف على هاي الدالة. يعني هذا النيم اللي هنا واللي هنا يختلفات، واللي هنا هم يختلف، يعني كل دالة لها متغير. فالنيم انا عرفته هنا هالشكل هذا، فراح استنسخ هذا كذلك. شو اسوي؟ اسوي فايد، شو اخلي هنا خليه استنسخ هذا العفو، سي او هنا نخليه وايد، وهنا كذلك هالشكل هذا. فهسه انا بنيت عندي شنو هو دالة الشو اللي هو دالة عرض المتغيرات اللي عندي. هسه انا كملت من دالتين، دالة الكونستراكتشر ودالة العرض مالتي، فشي سهل وبسيط. هسه لما اجي اريد استدعي الدالة اكتب اس 1، قلنا شلون استدعي الدالة؟ اس 1 دوت ايش عندي؟ دالة الشو هاي كذلك، فهاي دالة الشو. انا راح اشغل البرنامج، راح الاحظ راح الاحظ هنا انه البرنامج جاي يحمل كذلك اشتغل نيم، والطول الضلع اللي هو
طلع لي اياه 20.5. يعني هسه الكلاس اشتغل كلش مضبوط، تمام. هسه انا سويت هنا دالة العرض ودالة الكونستراكتشر، كملتهم ما عندي شي بيه، تمام. زين، المربع ايش عندي بالمربع؟ هذا خلي انزل هذا القوس اللي جاي واسوي هنا أنا بعد ابدا الشغله. ايش عندي؟ عندي بالمربع عندي محيط ومساحه، محيط ومساحه. ف الجيت انا اريد مثلا اريد المحيط او اريد المساحه، فايش اسمي؟ اسمي الداله هنا أنا. اي اسوي داله بابليك، اسويها بابليك بابليك. شو ترجع لي؟ بما انه شوف، بما انه هذا فلوت فهذا راح يسويه فلوت، يعني بما انه هذا فلوت راح يسوي هذا فلوت. اذا مثلا هذا دبل، المتغير اللي عندي اللي هنا دبل، هذا اسويه دبل حسب النوع المتغير اللي عندي. فايش راح يسوي هذا فلوت؟ اذا راح يسوي هذا كذلك فلوت هالشكل هذا. وراح اسويها جيت، هاي مجرد تسمية جيت. جيت خلينا نقول المساحة، هالشكل هذا. ف نسوي الأقواس مالتنا. فهاي الدالة ظهر لي هنا خطأ، ليش؟ لأن هي تحتاج أرجع قيمة، وراح أسوي لها رتيرين رتيرين، تمام. وهاي فارزة مقوطة. هنا أنا أقدر أسوي متغير مثلا أسوي متغير فلوت، العفو فلوت، اقدر مثلا اقول ان زيت، متغير زيت يساوي مساحة اللي هو طول الظرف في نفسه اللي هو سايد، سايد في طول الظرف في نفسه، سايد في سايد، تمام. بس خلي اسوي هاي، نعم سايد في سايد، تمام. وهذا هنا انا شو اسوي له؟ اسوي اخلي هنا الزيت، العفو هنا أنا لازم فارزة. بهالشكل أنا أقدر أسوي هالشكل، وأقدر لا شو أسوي؟ مباشرة أرجعها بالروتير مباشرة. يعني شو أسوي؟ خيارات، هاي أمسحها، وهاي شو أسوي لها؟ أخذها كترل إكس، وهاي شو أسوي لها؟ هالشكل هذا. يعني أقدر أخلي لها هنا أقواس، يعني عادي إذا بدون أقواس أو هذا، بس الأفضل إنه أخلي أقواس هنا. اقدر هالشكل انا اسويها. فهاي الدالة شنو؟ ترجع لي المساحة، ترجع لي المساحة. هسه لما اجي هنا اريد اجربها، اريد اجربها شو اسوي؟ اسوان دوت، اروح عن دالة جيت اريا. فهاي الدالة لما انفذها راح تطلع لي اول شي شو، يطلع المعلومات، طلع المعلومات. وهذا هنا لازم شو اسوي؟ اخليها بين سيستم، لان انا ما مسوي سيستم اوت برنت حتى تطبع لي اياها. فهاي لازم شو اسوي لها؟ اسحبها من هنا، خرات هنا، اكتب هنا اريا يساوي هالشكل هذا، اخلي هنا زائد واسوي هالشكل هذا. فشغل البرنامج حتى تطبع لي اياها. اها ظهر لي الاسم، انا بدالة الشو طبعت الاسم والطول الضلع، وطلعت للاريا المساحة جد عندي اللي هي هاي بالفلوت. واضح شباب؟ يعني شوف جد سهل البرنامج، شوف يعني سهل بسيط جدا. يعني الفشي هسه هذا شنو؟ المساحة. زين، عند المحيط ايش راح اكتب؟ راح اكتب دالة ترجع لي المحيط، تسوي لي المحيط وترجع لي اياه. فكذلك بابليك، بابليك كذلك فلوت، فلوت كذلك. راح اكتب اسم الدالة اللي انا، مو شرط الا جيت اريا او جيت مثلا، يعني اي شيء اكتب مثلا بس اريا، تقدر يعني تقدر تسويها اي اسم انت تريده، بس هو الافضل انه جيت اريا حتى تعرف انه جلب المساحه. يعني هالشكل هذا انا انصحكم بالتسميه، يعني الداله على شغل الداله.
فراح اكتبها جيت الشكل هذا. اسوي بس انا سويت دالة جلب المحيط وراح اسوي رتيرين الشكل هذا. هم كذلك اقدر هنا أنا اسوي متغير واجلب المحيط. فالمحيط شنو هو؟ المحيط طول الضلع في 4، طول الضلع اللي هو السايد في 4، يعني سهلة، ما اجي اشوف بها صعوبة ابدا. يعني انا هاي دالة رجل المحيط، المحيط شنو هو؟ طول الضلع في 4، سهل. اجي هنا انسخ هاي نفس الشي واخليها هاي هنا، اخلي بدال جيت اريا اسويها جيت اسويها جيت بارامتر. هسه هنا ايش راح اسوي؟ راح اسوي تشغيل، او هنا اخلي اغير هاي، لا عفوا خلي اغير هاي حتى يكون الترتيب حلو، ترتيب حلو انه راح اكتب الشكل هذا. اسوي كنترول، دائما تشوفون انا دائما انسخ والصق، ما حاجه اروح اكتب مره ثانيه، وافضل هو سرعه يعني. ها شوف، لاحظ نشوف انه عندنا طلعنا دالة الشو، طلعنا السايد، طلعنا الاريا، طلعنا الباراميتر. يعني شوف يعني ترتيب حلو والشغل مال الكلاسيك جدا حلو زين. هسه انا كملت من جلب المساحه، جلب يعني اي شيء كملت من عنده حلو، كملت جلب المساحه وجلب المحيط وخليت قيم من يمي زين. هسه انا لاحظ هنا، أنا ركزوا وياي، اريدكم تركزون وياي شويه. هسه انا هنا شوف، انا لما ابني برنامج يحتاج عندي يعني شلون مثل ما نقول كابسوليشن، مفهوم الكابسوليشن اللي هو التغليف. فانا هنا لما ابني برنامج ما اريد واحد يوصل له، ما اريد واحد يقدر يتحكم عليه. فهسه اي واحد لما يستخدم الاوبجكت دوت راح يقدر يوصل لمن؟ تلاحظ هنا راح يقدر يوصل للنيم، ويوصل لطول الضلع، يوصل لاي شيء موجود وين؟ موجود داخل الكلاس هذا زين. انا ما اريد يوصل، انا ما اريد يوصل لهذين المتغيرات مالاتي، انا هذين المتغيرات اريد احفظهن، اريد احفظهن زين. هسه انا شلون احفظهن؟ اسوي هنا برايفت، البرايفت ما اقدر اوصلها من غير كلاس، راح اسوي هنا هالشكل برايفت. هنا انا هم كذلك اسوي برايفت هالشكل هذا. سويتين اثنيناتهم برايفت. هسه انا لما اجي هنا للكلاس اقول s1 دوت، طلع لي المتغيرات؟ لا ما طلع لي المتغيرات، ما طلع لي، بس طلعت للدوال. ليش؟ لان الدوال هنا بابليك، اقدر انا استدعيه زين. انا شلون اريد انطي قيمه؟ اريد انطي قيمه المتغير مباشره، او اريد اعدل على قيمته ماشي. مو بس المتغير مثلا السايد اللي هو طول الضلع، اريد مثلا النيم. فهاي الشغله لازم هم كذلك بدوال حتى انا اقدر اتحكم بيه، اقدر انطيها شروط من يمي. فالدوال هاي احنا شو نسمي هاي الدوال الموجوده؟ نسميها القتر والستر. هسه اذا تلاحظون هنا عليهن يعني مثل علامه. فانا شو اسوي هنا؟ راح اخلي قتر وستر المن لهذن الدوال، قتر وستر راح اخليهم. ف الجيت اللي هي تجلب، والست اللي هي تنطي قيمه. فانا راح انطي قيمه المن للنيم، وانطي قيمه المن للسايد. فنفس الشيء شوف الكيت راح اسويها بابليك، راح ابني الدالة هنا. النوع مالتها بس انا اريدها راح ابني القتر اللي هو الجيت، ها اريدها ترجع لي النيم الاسم. في نفس النوع مالت الاسم، نفس النوع مال الاسم اللي هو سترينج، راح اسوي له نسخ نفس النوع مالتها الجيت. راح اسمي اسم الدالة، راح اسميها جيت جيت نيم بالشكل هذا جيت نيم. شو تسوي هاي الجيت نيم؟ ترجع لي الاسم زين. شلون ترجعه؟ من خلال الرتيرن.
زين يعني شلون نطيها هنا نورتين؟ اعطيها هنا يعني انا اريد اني ما راح اعطيها هنا هالشكل فقط. هذا بالنسبة لنا زين، بالنسبة لطول الضلع فايش راح اخلي هنا نفس هذا الشيء نفس هذا، راح استنسخ اشوف يعني نفس العملية راح اسوي، راح اسوي لصق هذا الشيء اسوي له اغيره اغيره نفس النوع مال هذا المتغير نفس النوع مال هذا، وهذا شنو هو اغيره كذلك التصميم مالته تغير سايد بالشكل هذا. وهنا انا شو ارجع بدال انا ما اريد ارجع اني ما اريد ارجع سايد بس انا شنو كم متغير عندي 1 2 هذن شنو انا رجعت لهن رجعت لهن القيم مالاتهم، يعني هذا يرجع لي قيمة النيم، وهاي دالة ترجع لي قيمة طول الضلع اللي هو السايد. زين هسه خليني ارجع هنا شو اقول اريد ارجع اريد ارجع الاسم شو اقول اقول ببداية سيستم اوت اللي اريد اطبعها سيستم اوت برنت لاين تمام اريد اطبعها او خلي هذني فش اقول هنا اقول ان النيم نيم يساوي بالشكل هذا واخلي هنا زائد راح اسوي اس اريد اطبع بس النيم اس 1 دوت شريط اريد اطبع بس النيم اقول لك جيت نيم شوف ظهر لي هنا ظهر لي هنا جيت نيم يعني هذا اريد انا النيم مالتي اسوي له جيت نيم فضلت راحت يعني بسهوله انه راح يطبع لي النيم راح اشوف انا هنا بالتنفيذ انه اشوف انا النيم هذا النيم ظهر لي النيم طلع لي شنو هو هذا سكوير تمام. هسه انا هذا كملت من عنده راح اسوي المن بالنسبه هسه هذا النيم راح انا ما اريد النيم هسه راح انا راح اسوي طول الضلع هو السايد وهنا انا راح اخلي كذلك السايد يعني الداله مالت السايد بدال ما جيت نيم اول دوت جيت جيت سايد هذا جيت سايد ظهر لي هذا جيت سايد اختاره مباشرة راح يظهر لي هنا على السايد قلنا راح اشغل اذا هاي الدالة رجعت لي نيم جيت نيم شو رجعت لي رجعت لي نيم والسايد هم كذلك رجعت لي مباشرة تمام يعني هاي الجيتر كملت من الجيتر زين انا زين اريد اغير قيمته هسه انا من انا لما اكتب سنة من هنا لما اقول مثلا اسوان دوت واريد اغير اسم النيم مالته اريد اغير الاسم المتغير النيم شلون اوصل له؟ ما اقدر منين اوصل له الا اسوي اوبجكت ثاني زين انا ما اريد اسوي اوبجكت اريد اغير اسمه شلون اغير اسمه؟ لازم اسوي لي داله هم كذلك هنا تنطي اسم جديد اللي هي سميناها دوال الست او الستر تمام. فهسه شلون اسوي سيت اب نفس مفهوم الجتر بس يعني اختلاف بسيط. اول شيء هم كذلك بابليك حتى اقدر اوصل لها بابليك تمام. هنا ما راح ترجع لي شيء هي بس راح تستلم قيمه ما راح ترجع لي شيء راح يعني void نافو void ايش راح اسميها سيت يعني انا جاي انطي قيمة ست اسميها ست نيم يعني شنو يعني تنطينا قيمة للالمن للنيم مالتي اللي هو متغير النيم ست نيم وهنا لازم تستلم متغير حتى هذا المتغير اخليه داخل هذا النيم فهذا المتغير راح اسحبه كذلك من هنا خليه هنا يعني قلنا هذا المتغير داخل الاقواس هنا هو خاص بالدالة فقط نفس هسه هاي الدالة
اللي هو السيرت رانجن نيم خاص فقط بهاي الدالة، يعني ما يروح على غير دالة، فإنه هذا المتغير هو خاص بهاي الدالة فقط اللي هي السيرت نيم. راح شو نقولن؟ راح أقولن this، حسنا بدل ما أخلي نيم هالشكل نيم يساوي هم كذلك نيم، يعني هاي هنا أنا راح يصير عندي مثل الخطأ. ايش راح اخلي؟ راح اخلي ذيس، راح اخلي ذيس حتى شنو يفرق الكومبايلر، يفرق بين هذا المتغير وهذا المتغير. ليش؟ لان هنا اثنيناتهم نفس التسمية دول ذيس. هالشكل هذا انا سويت دالة النيم. اقدر مثلا اخلي هنا شرط انه هذا يا بالنيم مالتي اف، مثلا الاف هالشكل هذا اقول اني ابدا نيم. اقول اني ابدا نيم بدون this. نعم يكون لا يساوي او لا يساوي لا يساوي شنو هو نل، موجود النل هنا أنا. نعم ما اعرف اذا كان موجود او لا، او خلي نمسح هسه هذا الشرط مباشرة، يعني نسويها احسن. تلاحظون هنا انا شنو سويت؟ سويت this dot name اللي هو المتغير هذا النيم اللي هو هذا داخل الكلاس، خليته هنا. اذا تلاحظون هنا هسه راح من عند هذا الخط الاصفر. هسه لما تلاحظ هنا اكو خط اصفر جوا طول الضلع موجود، اذا تلاحظون هذا، فهو هسه بالنسبه للنيم ماكو خط اصفر. ليش؟ انا سويت داله السيت. زين، اريد مثلا اسوي للسايد هم كذلك نفس الشيء، هم ببليك ببليك شنو هو void، قلنا ما ترجع قيمه void شنو هو set side، وقلنا هذا شنو تستلم متغير اللي هو float. خلي هنا أنا. الشكل هذا شوفون، بس هذا لازم شو اسوي له؟ يساوي ساي، وهنا انا قلنا شو نخلي this this شنو وظيفتها؟ قلنا this حتى تفرق بين هذا المتغير الموجود داخل الدالة والمتغير الموجود داخل الكلاس. هذا المتغير الموجود داخل الكلاس لازم شنو نخلي له this، والمتغير الموجود داخل الدالة ما نخلي له this. هالشكل هذا. فهسه انا كملت دوال السيت للمتغيرين. طبعا قد عندك متغيرات هنا لازم نسوي لهم جتر وست اثنيناتهم، تمام. وسوينا هذا برايفت. هسه انا لما اجي هنا هسه انا اجيت شو اقول؟ شوف انا قبل كنت اسوي اقول s1 دوت مثلا نيم دوت نيم وانطيه قيمه مباشره. هسه هنا لا، الا بداله اختار مثلا set name، والنيم لازم القيمه اللي اريد انطيها للمتغير الموجود بالكلاس لازم انطيها قيمه من خلال الداله. مثلا راح اسميه هسمينا في هذا التسمية، بس التسمية الثانية فالشكل راح اسميه اثنين. انا
سويت ستنيم. هسه انا ايش راح اسوي؟ راح انسخ هاي وراح اخليها هنا هالشكل هذا. اشغل البرنامج، راح نشوف اسمه هنا شنو، النيم هنا واحد وهنا النيم اثنين. يعني على يعني شفنا انه هاي الداله شنو اشتغلت، يعني هاي الداله اشتغلت. كذلك بالنسبه لمن للطول، طول الضلع دوت، اريد مثلا اغير طول الضلع هاي سيت سايد، اخلي هنا قيمه جديد بالفلوت. هو كاتب لك فوق اذا تلاحظ فوق اسم الفلوت سايد، فلوت سايد يعني ايش قد. هنا انا اخلي له، خلينا 20، خلي مثلا نقول 25.7، وقلنا الاف دلالة على انه هو فلوت. خلينا هالشكل هذا. راح شو اسوي؟ كذلك اروح اعرضه مرة ثانية نفس الشكل. شوف شوف انا شلون قاعد اقدر اتعامل ويا الكلاس بكل سهولة من خلال الدوال مالتي. فاتغير عندي، شوف هنا مثل ما تلاحظون اتغيرت عندي المقطعات. فبهذا الشكل انا كملت الكلاس. طبعا هو بعد بيه شغلات مثلا مع تقدر تضيفها انت، بس هو هسه انا هذا الكلاس ك يعني ككلاس راح اعتبره كلاس متكامل، يعني ما بيه نقص فشي، مجرد مساحة ومحيط ودوال الستر والقتر ودالة الكونستراكتور كملت من عندها. طبعا شباب هذا انا اشوفه سهل، لذلك شرحت لكم المربع. اريدكم تسوون المستطيل، واللي يقدر يسوي لي المثلث يعني كلاس المثلث فهو افضل له، ويدرب عليه افضل، يعني اشوفه افضل يعني يسوي لي نفس هذا الكلاس ويرفع لي على الترلو يقول لي مثلا يابا انا سويت. ودائما اريد من عندكم شغله انه مو تصورون مثلا بس الاوت بوت او بس الاوت، تصوروا لي يعني بس هذا الجزء، ما اريد بس هذا الجزء، انا اريد اشوف الكود شلون جاي تكتب الكود، اريد اشوف مثلا هذا الكلاس شلون جاي تكتبه. اذا مثلا ما قدرت تدري شو تسوي، استنسخ هذا الكلاس كله هالشكل، استنسخه وارفع لي اياه، مثلا ارفع لي اياه على التريلو تمام. او كل البروجكت شو تسوي له؟ هسه انا هذا البروجكت وين مخليه؟ مخليه خلينا نشوف مثلا هنا نسوي نيو البروجكت، مخليه بالفايل رقم 3 بالدي. شوف تقدر شو تسوي؟ تقدر هالشكل تروح هنا بالدي فايل رقم 3، وين هذا الفايل رقم 3؟ فهذا البروجكت اللي هو ديسبلاي شو اسوي له؟ اضافه الى ارشيف، ارشفه، اضافه الى ارشيف، اقول له اوكي، راح يصير بهالشكل هذا. وش اسوي؟ اشيله ارفعه وين؟ ارفعه للترلو مباشره، ارفعه او ادزه على التليجرام عادي. فهو يعني شنو حجمه؟ خلينا نشوف جهه حجمه. حجمه يعني 17 كيلو، يعني تدري يعني حتى صوره اكثر من عنده، فما راح ياثر عليك هالشكل هذا. طبعا انا طولت عليكم اليوم كلش هواية، بس هو هذا اللي انا كنت اريد اشرحه، شرحت لكم. ان شاء الله تستفادون. تابع القناة مال اليوتيوب، ودائما انشر بيها شروحات و يعني هاي الشغلات، ان شاء الله افيدكم. واذا مثلا ما فاهمين شرح علي تقدرون تكتبوا لي مثلا اقتراحاتكم او اي شيء بالتعليقات. او شباب بالنسبة للدورة يعني بالجروب حتشوف مثلا اسئلتكم او اقتراحاتكم. طبعا اليوم اعتذر جدا لان بسبب النت ما قدرت اسوي لكم بث ونشرح سويا ونتناقش. صورت لكم هذا الفيديو، انا اشوف انه هو افضل. طبعا اللي جاي راح انهي الفيديو. يلا في امان الله شباب، الله يعافيكم، ان شاء الله تكونوا بخير.